هذه العلامة من زيت الزيتون بأعالي جبال جرجرة التي جالت العالم وعادت بألقاب ثمينة. صاحب هذه المعصرة بولاية البويرة ينتج زيتاً عضوياً عالي الجودة، حيث يهتم بمستثمرته الفلاحية ويتبع بدقة مراحل إنتاج الزيت من الشجرة إلى غاية عملية عصره. فرغم تحقيقه لألقاب إلا أنه يعاني مشكلة تعليب. وتحصلنا عليه المرتبة الرابعة في سيال دو كندا، يعني كان من أكبر يعني الصالونات المواد الغذائية. بعض المشاكل اليوم كيما القارورة الزجاجية الملائمة، يعني تكون يعني ذو جودة عالية من حيث المظهر من حيث المادة، يعني ما زلنا في هذا المشكل. وحنا من هذا المنبر نقولوا يعني لازم ندير نداء المستثمرين يديروا لنا قارورات زجاج باش نصدروا هذا المنتوج، يعني هذا هو المشكل يعني الواحد. على عكس عادل، نجد صاحب هذه المعصرة الذي استغنى عن القارورة الزجاجية نظراً لغياب الصناديق الورقية التي تحمي الزجاجة من التلف، فعمل على إنتاج قارورة بلاستيكية صالحة للمواد الغذائية. هضرتوا لي على القرعة تاع الزجاج. إيفيكتيفمون خدمنا بالزجاج، خدمنا ديجا عمرنا في الزجاج وبعنا في الزجاج، ولكن كي تكسر القرعة نخسروا، القرعة تروح والزيت يروح. سكيفي وليت درت أنايا أون بتيت يونيتي دو فابريكاسيون دو بوتي أون بي أو تي، ورانا نخدموا إن شاء الله ونعمروا في البي أو تي. واش تاهي البي أو تي أليمونتير؟ القرعة تاع الزجاج مليحة للزيت، ولكن يلزمنا كارتون سبيسيال وين من كل قرعة يلزم تكون في مضرب وحدة، ما يتوشوش القرعة باسكو كي يتوشو القرعة يتكسروا. لكن تبقى القارورة الزجاجية الحافظة الوحيدة لجودة ونكهة الزيت، وهي من بين المعايير الدولية لتصدير الذهب الأخضر. انشغال نقلناه إلى مصالح المديرية الفلاحية للولاية، وكان الرد كالتالي. دونك هو طرح لنا المشكل تاع التعليب، من هنا احنا رايحين نفكروا في حلول باش نشجعوه وباش نرافقوه، وذلك باسكو ديجا هو يدير لا ميزون بوتي والقاروره راهو يجيبها من وهران. كاين مشكل برك في بعض المعايير، رايحين نحاولوا باش ندخلوا في اتصال مع لو فورنيسور تاع القاروره في وهران باش يكثر من الانتاج، ونخمموا باش نديروا مشروعنا في ولايه البوير. الاهتمام بهذه الشعبة يحتاج إلى عدة مقاييس ومعايير، تبدأ عند الفلاح وتنتهي عند صاحب المعصرة. فرغم جودة الزيت الجزائرية، لكن مجموعة من العراقيل تحد من اكتساحها الأسواق العالمية في انتظار بذل مجهودات أكبر من طرف السلطات الوصية حتى يكون زيت الزيتون القبلة الأولى في أروقة المتاجر والمحلات العالمية. يا يقبيني يا يقبيني.